مساء الفل. شفنا كلنا من قريب مداخلة المستشار على قناة الزمالك وهو بيأكد فيها إن الخطيب وأسامة حسني وسيد عبد الحفيظ قبل كده وهشام حطب وإن كل الناس دي إخوان، وإن كل الناس دي كانت بتتعامل مع الإخوان، وفي منهم اللي قريبه إخوان، وفي منهم اللي هو أساسا إخواني، وفي منهم اللي ممول من قطر، والقصة اللي كلنا عارفينها إن كل الناس إخوان وإن كل الناس دي لازم تتحاكم لأن كل الناس دي تبع الجماعة إرهابية كانت بتضر الوطن، وعشان كده الناس لازم دي تتحاكم. طبعا احنا مش ضد المستشار ولازم نحاكم الناس دي، ولازم نكون اول ناس بنحاكم اي حد بيأيد الجماعة دي، بس احنا عايزين نعرف هو المستشار من امتى بقى ضد الجماعة دي؟ ما تيجي نشوف رأيه. جماعة إخوان المسلمين فصيل وطني اليوم تاريخ مشرف ضد الإنجليز وضد في الحرب الـ56. عشان كده بقول لك محمد مرسي جمد قلبك، طلع حلول المظاهرات ولا اعتصامات. مفيش دولة بقى لها سنتين يا جماعة في اعتصام مظاهرات وكل واحد زعلان من مراته وحقوقها في قطر. يا جماعة انتوا بتسيبوا العريس مرسي، سيبوه يشتغل يا جماعه، انتوا بتسيبوا العريس مرسي، سيبوه يشتغل. اخطا قبل بقى من 4 سنين لما احط مرسي قصاد واحد تاني، تعظيم سلام. انما عايز تغير رئيس الجمهوريه كل اسبوعين، انما عايز تغير رئيس الجمهوريه كل اسبوعين، انما عايز تغير رئيس الجمهوريه كل اسبوعين، نائب عام كل شهر، ومش عارف وزير الدفاع كل، ما ينفعش يا جماعه. رئيس مرسي طبعا زي ما انتوا شفتوا ده كان رأي المستشار. فسعادة المستشار، هل احنا المفروض نحاكم الناس دي ونحاكمك معاهم، ولا المفروض ان هما بس اللي يتحاكموا؟ شكرا.